في قهوه الليغا في سهلول كما العاده. الافتتاح نتاع القهوه هذه وكبناه دواجيس كازيت، كنا اعلنا اللي المستمعين اللي يسمعوا فينا باش يجيو بحثنا القهوه لهنا باش نفرحوا بهم، باش يعملوا ابتداج وايضا باش ياخذوا كادوات. المستمعين اللي سمعونا والتحقوا بينا الليغا هما قاعدين نشوفوا فيهم ورانا وموجودين زاد كيف كيف في مختلف ارجاء المقهى. بعد شويه باش نحكيو معهم شويه، لكن توا نحكيو مع سي مهدي. سي مهدي مرحبا بك، تعرف بالمقهى هذه الليغا اللي موجوده في سهلول. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي جوهر اف ام الاوفياء. احنا قلنا بتحسينات كبيره في القهوه وعاودنا جددناها، عملنا معناها دخلنا فيها شبكه كبيره ياسر تاع تلفز، فيها 11 تلفزه، حسنا في نوعيه الصوت، خلقنا جو من الملاعب في داخل المقهى هنا، حاولنا نخلق من الفضاء هذا فضاء الراحه اللي يلقى فيه الحريف نتاعنا. جودة نتاع منتوجات، جودة نتاع المقهى اللي نعطيوها، القهوة اللي نعطيوها، في نفس الوقت حافظنا على نفس الأسعار اللي خليناها، حاولنا أن نقعدوا في نفس الستاندينغ نتاعنا. القهوة هذه الخاصية اللي فيها هي عدد التلافز اللي فيها، عدد ممتاز ياسر، الخاصية اللي فيها ممتازة برشا، أن نستعملوا منتوجات من جودة عالية. الحاجة الأخرى أنه الشيش نتاعنا اللي خليناه في نفس السعر، معناها هنا مقارنة بالمنافسين خلي نفس الأسعار بجودة ممتازة وعالية برشا، حاولنا نخلقوا جو نتاع رفاهية باش الحريف كي يجي لهنا يحس روحه كأنه في جو عائلي ممتاز، مع توفير الخدمات من جودة عالية. نحاولوا أن نخلقوا هنا الجو هذايا باش يقعد قهوتنا، قهوة الليغا في سهلول، قهوة ممتازة وكما عودنا بها المستمعين الحرف نتاعنا. ومرحبا بكم، مرحبا بجوهر الفهم.